قد لا تلتقط عين المتابع العادي أموراً كثيرة، أما عين المتخصص فترى غير ما يراه المشاهد. بهذا الصدد أرحب في نقاش حصاد اليوم بالزميل بلال مرميد، رئيس القسم الثقافي والفني بميديا. مرحباً بك بلال. أهلاً وسهلاً أمينة، وأهلاً بكل المستمعين. أهلاً بك، وأسعد باستضافة الممثل والمخرج المغربي ياسين أحجام. أهلاً بك ياسين، وشكراً لقبولك دعوة ميديا. بكل سرور أستاذة أمينة، شكرا على إتاحة هذه الفرصة، وشكرا للصديق العزيز سي بلال على هذا النقاش المثمر إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك. أبدأ معك بلال، هذا الجدل المثار بات أقرب يعني ليكون عادة، وأنت ابن التخصص، وطبعا حتى وإن لم تتابع تلك الإنتاجات بحذافرها، وصلك صدى ما أثرته وتثيره من جدل وانتقادات. هل من خلل؟ أين يكمن في الموضوع؟ وما تقيمك عموما لمستوى تلك الأعمال؟ هو أمينة بالنسبة لي لا جديد في ما يخص رجع الصدى، على اعتبار أنه صارت العادة تتكرر وتجسر أحيانا بنفس الكلمات بنفس الكلام فيما يخص الإنتاجات في كل مرة في شهر رمضان. والأمر بالمناسبة لا ينطبق على المغرب فقط، لكن على أغلب البلدان العربية التي تقدم فيها أعمال درامية طيلة الشهر المبارك. لكن بالنسبة لي شخصيا منذ حوالي 3 إلى 4 سنوات يعني صرت أعتبر بأنه لا داعي للدخول في مثل هذه في مهاترات أحيانا، لأنه الأمر لا يتعلق فقط ب يعني مجرد تقييم بسيط لأعمال تقدم في شهر الفضيل، لكن الحديث يجب أن ينصب على طريقة الاشتغال على هذه الأعمال. بمعنى أنه إذا كانت الطريقة التي يتم بها الاشتغال على هذه الأعمال طريقة فيها هفوات، فبالتالي من اللازم الكلام مباشرة عن الهفوات دون أن نجسر كما قلت نفس الكلام في كل مرة تعرض فيه أعمال، أن يعني نبحث عن مكامن خلل قد تبدو للبعض مسيئة لكنها بسيطة في آخر المطاف مقارنة بالمضمون أو الخطاب الذي يمرر في أغلب هذه الأعمال. بالتالي بالنسبة لي فالأعمال سواء المغربية أو العربية عموما، لأنه في أعمال عربية أرى الكثيرين يعني يقدمون فيها يعني يطيلون المديح والكلام الإيجابي، لكن صراحة من خلال المتابعة وتمحيص ويعني تمريرها عبر 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 يعني يعني تحليل نقدي رصين، فهي أيضا تتزاحم فيها الأخطاء إن كنا نبحث عن أخطاء. لكن بالنسبة لي شخصيا أبحث عن النقاط الإيجابية وهي متوفرة في بعض من الأعمال، لكن طريقة الاشتغال أمينة وربما قد يوافقني الأمر في ذلك العزيز ياسين أحجام، الطريقة هي التي يجب أن يخاض بخصوصها نقاش هادئ رصين، وأن يشارك فيه المتتبعون والمختصون، لأن ما يقع أمينة وأترك لك الكلمة فيما بعد، ما يقع أمينة هو أنه للأسف في شهر رمضان نصير نتوفر على يعني نحو 34 مليون ناقد مثل نهائية كأس أمم إفريقيا، حين نتوفر على 34 مليون مدرب، يعني هنا الأمور لا تفيد في شيء. طيب بلال، أتوجه لك الآن ياسين أحجام، وقد يستفسر لماذا أحجام تحديدا؟ أنت ياسين تشارك في إحدى تلك الأعمال المغربية تحديدا وابن المجال، يعني ألا نلمس في المقابل تطورا في جودة تلك الإنتاجات الرمضانية؟ شكرا أمينة على هذا السؤال. وأنا بصراحة أتقاطع مع رأيي ديال الأخ بلال. ماشي نظرة ماشي سوداوية في حقيقة، ما بغيناش تكون سوداوية على مجمل إنتاجات رمضانية، ولكن يعني أنا بالنسبة لي لا كمحترف أو كمشاهد بقي ما وصلتش نشوف يعني سواء عبر المشاركة المهنية كممثل أو كمشاهد نشوف شي أعمال اللي في حقيقة كاين فلتات كاين طفرات معينة في بعض الأعمال، بعض الشخصيات اللي كتنجح في التقمص، بعض الممثلين كينجحوا بعض الممثلين ما كينجحوش، في بعض الأحيان كتلقى سيناريو جيد ولكن تجد أن الإنتاج ماشي في مستوى أو الإخراج كيكون ناقص إلى آخره. فبقي دائما لما تكامل تخصصات العملية الإنتاجية أو الصناعة الدرامية
قلما تجد التكامل، مثلا سيناريو جيد، إنتاج متميز، تقمص في مستوى، هذه الصناعة بقي ما وصلنا لاش، وهذا راجع الكل كيعرف الذي يشتغل في المجال الفني أن السرعة، سرعة في القيادة أو في الطريق في السياقة تقتل حتى السرعة، سرعة الإنتاج. إنتاج يعني كنصوروا إحنا في النهار تقريبا 15-16 مشهد في النهار، شيء لا يقبله العقل صراحة. يعني كنصوروا بشكل يعني مشاهد كثيرة، ومشاهد تحتاج إلى إثارة المشاعر، إلى التقمص الحقيقي، يعني الدخول تحت جلد شخصية ماشي من السهل. فعلى العموم المسلسلات، تحضير المسلسل من 30 حلقة خصو واحد الوقت، ما خصوش شهرين ولا شهرين ونص، يعني خصو واحد 6 شهور على الأقل، خصو 6 شهور قبل يعني سنة من التحضير. لأن الآن أنا يمكن يتفق معي أستاذ بلال أن السلسلات الدولية العالمية الآن يشتغل عليها بطريقة سينمائية، يعني لا في الإنتاج، لا في التحضير، لا في الكتابة، لا في بعض مرات يكون عندنا الحظ كممثل أننا نمثل واحد الدور اللي مكتوب نوعا ما مزيان، لهذا كتحنا فرصة نتألق نوعا ما. ولكن بعض الأحيان وخا يكون التقمص جيد، إلا كان العمل على العموم ماشي ناجح، فالمجهود ديال الممثل تا هو كيمشي. أنا بالنسبة لي بعدا نوعا ما بديت كنتحبط شوية من ناحية بعد واحد الصنف ديال الفكاهة، ما بقيتش كنقدر نعرف شنو هو داكشي اللي كيدوز في التلفزة من ناحية الكوميديا، ما فهمتش، ما بقيت كنفهم قليل بعض الأعمال اللي فيها واحد البحث شوية في كوميديا الموقف، ولا أغلب الأعمال الكوميديا الآن ما بقيتش فاهم شنو في نظري أنا فشلات، يعني واضح هناك فشل في الإضحاك، هناك فشل في الإضحاك. واش الكوميديين ديالنا واش طيب ما مسيرينش المجتمع المغربي والسرعة ديالو، ولا ما عرفش شنو الديفو فين كاين؟ طيب ياسين، سنأتي على ذكر هذه النقطة، وأنت أشرت إلى الإنتاجات الغربية يعني مقارنة بإنتاجات المحلية. أعود لك بلال مرميدة، الانتقادات الموجهة للأعمال التلفزيونية الرمضانية تشمل المواضيع المتناولة سواء دراماتيا أو في قالب فكاهي، وتشمل أيضا الوجوه الممثلة المشاركة هي ذاتها، يقول منتقدون. كيف تقيم ذلك فنيا وتقنيا، وهل تصح فعلا المقارنة مع الإنتاجات الغربية؟ مسألة حضور أسماء دون غيرها قد تكون عادية في أجواء اشتغال أخرى، يعني في بلدان أخرى. مثلا إذا شاهدت شخصيا روبرت دونيرو أو الباتشينو في 3 أفلام في ظرف سنة، والأمر حصل من دي قبل في سنوات سابقة مثلا قبل أن يتقدم في السن، فالأمر عادي على اعتبارات كثيرة، أنه يأخذان مثلا الوقت الكافي لبناء شخصية، وبالتالي عمل لا يشبه الآخر، وأقتنع بالشخصية بنسبة كبيرة وكبيرة جدا. لكن حينما يكون هناك يعني نط من دور إلى آخر في حيز زمني قصير، وأحيانا التصوير بشكل متوازي، وياسين يعرف صعوبة إن لم نقل استحالة أن ننجح في الإقناع إذا صورنا مشاريع يعني عديدة أو حتى مشروعين في نفس الفترة، فالأمر صعب وصعب جدا. هذه مسائل علمية دقيقة، لا تحتاج لا لتأويل بلال ولا لتأويل أمينة ولا لتأويل ياسين، بمعنى أنه بناء الشخصية يتطلب وقت في الكتابة وفي التأقلم، وندخل الشخصية ونغوص في العمق ونبحث عن هذه الشخصية في العمق. بالتالي كيف يعقل أن أغادر بلاتو تصوير وأن أنزع هذه العباءة الأولى وأرتدي عباءة ثانية لأدخل في مشروع ثاني؟ من الطبيعي أن تكون هناك انتقادات ورجع صدى من الناس. لكن إن تحدثت عن المقارنات مع بلدان غربية، وأنا لا أتحدث هنا عن الإنتاجات المغربية حتى لا نكون ظالمين، عموما عربية عن الأعمال العربية، لأن سمعت كثير من الناس يتحدثون عن مسلسل الحشاشين، عن أعمال أخرى، لكن هذه الأعمال بدورها تحتوي على أخطاء تاريخية عجيبة جدا، يعني لا يمكن أن تقبل. وأتحمل هذا الكلام يعني من خلال متابعة دقيقة ودقيقة جدا تضمن في الأركان التي تبث على أمواج هذه الإذاعة أمينة. بالتالي المقارنة مع الاشتغال على الدراما، الأعمال الدرامية في البلدان الغربية
تكون مقارنة ظالمة إن قارن الأعمال العربية. لماذا أقول ظالمة؟ لأنه مثلا حتى في الغرب ليس هناك ما يجبرهم لإنجاز 30 حلقة مثلا خاصة برمضان. أكبر الأعمال التلفزية حاليا المسلسلات في 6 7 8 أجزاء على أكبر تقدير، تصور في ظروف تصوير العمل السينمائي، بمعنى لما يكون عندك مشروع فيه 4 أجزاء مثلا، مسلسل من 4 أجزاء، الأكيد لأنه التركيز يكون تركيز كبير جدا، الاشتغال على إعداد شخصية يكون هناك هامش وقت. تحدث ياسين عن عدم يعني حجم التصوير في يوم واحد، هذا الأمر يتم تفاديه. أضيف إلى ذلك ليست نفس الإمكانات، لأنه لا يمكن أن نقارن الدراما المنتجة عندنا بالدراما المنتجة عند الغرب. نعم، هي مقارنة إذن ظالمة. بلال، توجه لك ياسين. ظالمة لكن مع أنه في اجتهادات في بلدان ليست لا تتوفر لها إمكانات كبيرة، لكن على الأقل تم التوجه نحو تركيز المجهود أمينة، وهذه النقطة يجب أن نمررها، تركيز المجهود في المكان المناسب في الوقت المناسب وأخذ الوقت على الأقل. هذه هي النقطة التي أود أن أشير واضح إليها. واضح. ياسين، الأعمال التلفزيونية الرمضانية أكيد تطرح قضايا أيا كانت وتمرر رسائل، وأي رسائل كيف ترى تأثيرها على المجتمع؟ وأنا ألاحظ كما يلاحظ الكثير من المتابعين المنتجات الدرامية المغربية يعني لا تخرج على نطاق المواضيع الاجتماعية من قبيل الزواج، الطلاق، الحب، الغيرة، الإرث، أشياء من هذا القبيل يعني. وهذا الشيء استمر لمدة طويلة من الزمن، لا أعرف لماذا، من ناحية التطرق للمواضيع اللي كتكون شوية عندها واحد الرهينية، واحد القوة فكرية، حمولة فكرية ربما سياسية ربما هذا، فبقينا لمدة طويلة نحصر كل المواضيع في العلاقات يعني في المجال الرومانسي العاطفي إلى آخره. يعني ما إحنا بحاجة إلى أعمال اللي شوية كتطرق لبعض وهنا يعني بعض الشخصيات في المجتمع. نعم. أنا في نظري علاش ما يكونش كاين شخصية ديال الوزير؟ إحنا ماشي ضروري نجيبو يعني بواحد النضج في الكتابة، بواحد كاين شخصيات ديال النائب البرلماني، كاين شخصيات، وهنا خاص النضج في الكتابة بدون يعني بواحد الحمولة مهنية، بواحد المقاربة تكون سوسيولوجية متميزة. نعم. تخلي حتى الفئات المهنية ما يحتاجوش كل ساعة. ياسين، أمام هذا بخصوص هذه المسألة. نعم. البعض يعني يتحجج بالقول كما يقول المصريون، الجمهور عايز كده، يعني أن الجمهور هو الذي يريد هذا النوع من المحتوى. لا، وهل لا، نحن لا، أمام حاجة لتغيير الأساليب الإنتاجية أو القصصية للأعمال التلفزيونية تماشيا مع تطلعات الجماهير التي ما فتئت تنادي بالرقي بالذوق العام وعدم استغباء المتلقي؟ الجمهور المغربي جمهور واعي وعنده ثقافة عالمية سينمائية، وكيتفرج كيتلقى الإنتاجات العالمية، فنعتبر أن الجمهور المغربي بسيط فوق التوقع. هذا ظلم، يعني ظلم المتلقي أو المشاهد المغربي. بالعكس، المشاهد المغربي ينتظر الجودة، وكما قلت لك حتى الرقابة المجتمعية اللي كنعملوا الأعمال ديالنا ما كتخليش الكتاب سيناريو يحاولوا يتجرؤوا في بعض المواضيع. يعني كما قلت لك كل مرة فئة مهنية كتنوض تحتاج على عمل درامي. نعم، على ذكر هذه النقطة، شوية تكرر كل سنة كتجي هذا، والمفروض شوية الحرية في الإبداع، شوية ديال شوية تخلي المبدع شوية يطرق من بعض المواضيع. مش بالضرورية احنا ما يمكنش العمل هذا هو العمل، الصناعة الدرامية تجيب فيها واحد المجتمع مثالي 100%، كل شيء طيب، كل شيء مزيان، ما فيهاش كاين شوية ديال الشخصية. على ذكر هذه النقطة ياسين، توجه بسؤال الآن إلى بلال. بعض الإنتاجات التلفزيونية التي بثت وتبث حاليا خلال شهر رمضان أساءت، يقول منتقدها، لعناصر ونماذج وقدوات مجتمعية، ودفعت بتنسيقيات وجهات معينة يعني لاستنكار ما يبث والقلق حيال تداعياته. هل بتنا أمام حاجة لصرامة أكبر في تنظيم ومراقبة المحتوى الرمضاني بلال؟ أبدا، سيكون ذلك بمثابة خطأ ثاني نضيفه للمستوى الذي نشتغل به على هذه الدراما. هذا خطأ فظيع جدا سيكون أمينة، لأنه كنت سأكون أنا وأنت وياسين والبقية من أشد المدافعين عن مهنة معينة لو تمت الإساءة لها، مثلا في تحقيق يعني صحفي مبني على معلومات مغلوطة أو روبورتاج ظالم. لكن أنه حاسب الخيال فهدف
شيء يعني صراحة هو سوريالي. شخصيا تناولت الموضوع ثلاثا من خلال لما كان حديث عن فئة المحامين. أنا من أكثر المدافعين عن فئة المعلمين لأننا عبرنا من فصول التحصيل ونشكر لهم كل ما قدموه مثل ما نشكر الطبيب المهندس، لكن الحياة فيها مهندس طبيب فلاح فنان صحفي. إذا كنا لن نتحدث عن هؤلاء الأشخاص ببساطة ما الذي سنتناوله؟ إذا كنا يعني سننفر أو سنبتعد بالنظر لطبيعة الشهر الفضيل عن مواضيع قد تسبب خلينا نقول يعني بعض من يعني تمس الحشمة والوقار في مجتمعنا اللي احنا مفتخرين بالانتماء ليه، يعني ليس بالإمكان أن ندرج حتى فئة حتى مهن في 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 قائمة ما لا يجب تناوله. الأمر سيصير يعني عبثيا إلى حد السخرية، لأنه ببساطة الأمر يتعلق بخيال. لا يوجد هناك عمل يمثل مهنة في سلسلة درامية أو فكاهية، يعني كما نقول المقامات محفوظة في أمكنتها، والعمل الدرامي يجب فقط أن يكون محترما لكرامة المشاهد لذكاء المشاهد. واضح بلا. هذا هو الأهم أمينة بالنسبة لي. واضح. للأسف بلغنا نهاية نقاش الحصاد. أشكرك زميل بلال مرميد رئيس القسم الثقافي والفني بميديا. أهلا وسهلا أمينة. وأشكر أيضا الممثل والمخرجة المغربية سينا حجام. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أمينة. شكرا لكما.